السلام عليكم أيها الأحبة، أينما كنتم لقاؤنا يتجدد وإياكم على الخير والمحبة دائما. أيها الأحبة، الموازنة العراقية التي قدمت من قبل رئيس الوزراء لتشمل 3 سنوات بدلا من أن تقر لسنة واحدة، وهي تشهد رفض هنا وقبول هناك. طبعا هذه المرة لجأ السيد رئيس الوزراء إلى أن تقر موازنة ل3 أعوام، ربما لإبعادها عن الابتزاز السياسي الذي يمارس من قبل الكتل السياسية التي اعتادت أن تستثمر قضية إقرار الموازنة لممارسة الابتزاز السياسي. طبعا هذه مشكلة عويصة عانت منها الموازنة وعانى منها الشعب العراقي، الدولة العراقية، منذ العام 2003 حتى يومنا هذا. بين القبول والرفض تعددت المواقف، سواء كانت على المستوى السني الذي يحاول أو يسعى لاستثمارها لإقرار قانون العفو، وربما المناطق التي تم تحريرها من قبضة داعش، أيضا الأخوة الكرد ومساعيهم للحصول على مكاسب أكبر ربما من استحقاقاتهم. هذه مشاكل تكتنف عملية إقرار الموازنة. موضوعنا لهذا اليوم هو الموازنة العراقية، وحلقتنا عنوانها الموازنة وحقول ألغام المساومة والابتزاز السياسي. معكم علاء فاضل في التقديم والإعلام، قاسم العجرش في الإعداد، وأحمد في الإخراج، أحمد سلام في الإخراج. أيها الأحبة، اعتدنا أن نتناول المقالات التي تكتب حول موضوعات الحلقات. موضوعنا أو المقالنا الأول حول موضوعنا اليوم حمل عنوان الموازنة بين الاستحقاق الدستوري والمساومة السياسية للكاتب ياسر الربيعي. تعالوا لنستمع سوية. الموازنة بين الاستحقاق الدستوري والمساومة السياسية، الكاتب ياسر الربيعي. مشروع الموازنة لا يزال يواجه عوائق سياسية أكثر منها فنية، فالكتل السياسية تضع العراقيل في طريق التمرير لكي تضمن زيادة مساحة حصتها من المبلغ المخصص للسنوات 3. فبعد أن كان يفترض التصويت عليها في الأيام القريبة القادمة، هنالك احتمالية كبيرة للتأجيل بسبب عدم التوصل إلى اتفاق يرضي الشركاء وليس الضعفاء من عامة الشعب. ما يدور في الأروقة السياسية وخلف الكواليس مفاده أن الكتل لغاية الآن غير راضية بخطوات الحكومة الحالية، وهي إقرار موازنة ل3 أعوام، وتعتبر هذه الخطوة من المفارقات التي حصلت في نظام العمل السياسي العراقي بعد تغيير النظام. لذا ستحاول جهد إمكانها الوقوف بوجه القانون وتمريره وفق ما ينسجم ورؤيتها الخاصة. مرحبا بكم مرة أخرى وأخرى، وانضموا معي للترحيب بضيوف الأكارم الدكتور ضياء المحسن المختص بالأمور الاقتصادية بشأن السياسي الاقتصادي، والدكتور جميل رماح الحسناوي الكاتب والمحلل. مرحبا بكم ضيفين كريمين. دكتور ضياء، الخلافات نشبت داخل مجلس النواب حول زمن هذه الموازنة، منهم قسم من مجلس النواب ذهب باتجاه تأييد رؤية دولة رئيس الوزراء في إقرارها ل3 سنوات، ولهم طبعا تبريراتهم في ذلك. من هذه التبريرات هو تخليص الموازنة للسنوات القادمة من الابتزاز السياسي. الأمر الثاني أنه حتى يضمنون ديمومة رفض أو تمويل المشاريع التي تبادر بها الحكومة. الرأي الآخر في مجلس النواب يذهب باتجاه إقرارها لسنة واحدة لتخليصها من احتمالية العجز الناتج عن ارتفاع وانخفاض أسعار البترول. وين راح ترسو بينا السفينة؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بداية شكرا لكم وتحية للأستاذ الرماحي. مرحبا بك. يعني راح أبدأ من الأخير. نعم، يعني الإشكالية أنه سنة واحدة بسبب انه تقلبات يعني الاقتصاديه. اعتقد هذا غير منطقي. ليش؟ لانه هي بالاساس الموازنه، صح هي الموازنه تؤكد على 3 سنوات، لكنه
ايضا هي بموجب الدستور، بموجب قانون الاداره الماليه، ويقول لي سنه واحده، سنه وجوبيه، السنه الاولى وسنه وجوبيه، بمعنى انه هذه على السلطه التنفيذيه ان تنفذ هذه الموازنه اللي اقرها مجلس النواب. اما السنتين الباقيتين تبقى تبعا للظروف الاقتصاديه. يعني ممكن انه اليوم احنا برميل النفط ب 74، ممكن مثلا بالعام القادم قد يكون 100 110، او قد يكون ب 50، وينتج عن ذلك فبالتالي ينتج تغيير بمجمل الموازنه تبعا لهذه الظروف. هذا واحد. اثنين، يعني ما اعرف انه الاخوان السياسيين ليش يعني يقحمون، يعني عفوا دكتور، يعني انت شايف ان الدستور يعني لا يقر قضيه الدمج؟ لا هو اقرها الدستور. نعم. الدستور نعم. اقر نعم. انه نعم. انه من حق الرئيس، نعم. من حق السلطه التنفيذيه ان تقدم موازنه، نعم. لثلاث سنوات. نعم. السنه الاولى تكون موازنه وجوبيه، نعم. يعني واجبه التنفيذ على السلطه، نعم. التنفيذيه. اما السنتين القابلات لاجراء التعديلات تبع للظروف، نعم. الاقتصاديه في حينه. انا بس عندنا مشكله الاخوان السياسيين ليش يقحمون الموازنه، واللي هي تعتبر هي المحرك الاساسي للاقتصاد العراقي، ليش يقحمونها في مناكفاتهم السياسيه؟ انا اعتقد هذا يعني هذا ينم عن ضعف وعدم قبول الشارع لهذا السياسي او ذاك في هذه الجنبه. بدليل احنا اذا جينا مثلا نتحدث بالتفصيل فيما يتعلق بالمناكفات السياسيه، نجي للجانب السني. السيد رئيس مجلس النواب من يعني من بالمناسبه يعني عد ما وصلت الموازنه، قانون الموازنه الى مجلس النواب، يلا بدا السيد رئيس مجلس النواب يحرك اسطوانه قانون العفو العام وعوده نعم. المغيبين وما اعرف شنو. هذا انا بصراحه يعني عندي مشكله فيه. ليش؟ لانه يعني انا راح اخذ بس ناحيه جرف النصر اللي هي عليها المشكله الاساسيه. مره السيد خميس الخنجار يدعي انه سوف يصلي في هذه الناحيه، واخرى السيد الحلبوسي ايضا يطالب بهذا الموضوع. انا اقول هناك اناس تم تشريدهم وتهجيرهم منذ عام 2004، حتى يعني قبل دخول داعش عام 2014. لماذا لا يطالب السيد رئيس مجلس النواب بعودة هؤلاء الناس المهجرين، وهم في الغالب الآن ساكنين في ناحية في قضاء المسية، في المدن القريبة من محافظة كربلاء عفوا، لكن لم يتذكرهم أحد. وأيضا هناك فيما يتعلق مثلا عندنا في مناطق أبو غريب، هناك أيضا مناطق سويت مع الأرض، لكنه لم نسمع السيد رئيس مجلس النواب يطالب بعودة هذه. ليش يصر الرئيس وانا هنا أنا ما اتهم عفوا، هنا هو مجرد سؤال، يتمنى على السيد رئيس مجلس النواب، وهو يعني قد يحسب على الصحفيين مره، قد يحسب يعني اتمنى ان يجيب على هذا السؤال. لماذا يصر على عوده هؤلاء الشخوص وهو يعلم يقينا ان هؤلاء متهمين؟ ليس متهمين، لا، كانوا شركاء في عمليات القتل والتهجير لهذا الشخص او ذاك الشخص، بغض النظر عن المسميات، سني شيعي. لانه يعني المهجرين من ناحيه والملاحظ انه ناحيه يعني جرف النصر، هذه الناحيه يسكنها خليط من السنه والشيعه، بغض النظر عن هذا. يعني هذا موضوع اعتقد انه طبعا هو نتيجة العمق المناطقي لقضية جرف النصر وارتباطها به الفلوجة، وربما تمثل ممر هو عملية، وهذا الخط الاستراتيجي عامل الفلوجة البعيسة عيساوين. أنا يعني في ثمانينات القرن يعني داخل المنطقة، لكن هذا مو هذا المشكلة. المشكلة انه انتم ليش تصرون على التضييق على المواطن، بحيث انه هو من الممكن ان يكون قنبله موقوته، لانها قضيه اشكاليه يمكن استثمارها في كل مره. جناب ممكن نعم. مره يعني تستفيد جره. دكتور جميل، ثمة من يرى ان الموازنه الماليه اقرارها لمده 3 سنوات ستضمن استدامه المشاريع الكبرى، المشاريع الاستراتيجيه المهمه كمشاريع البنى التحتيه، مشاريع الخدمات. يعني ما مدى انطباق هذه الرؤيه مع اصل اقرارها لسنه واحده؟
تحية طيبة لك أستاذ علي. مرحبا بك الدكتور ضياء زميلنا الحبيب. مرحبا. واقعا أنا أعتقد السيد السوداني في هذه التفصيلة هو يعني يمتلك ذكاء كبير جدا. يعني إذا نرجع قليلا بالتاريخ إلى الوراء نلاحظ أن في كل إقرار ميزانية في أقصر مدة أقرة الميزانية هي كانت شهرين، هاي أقصر مدة. نعم. وفي سنة من السنوات طولت 9 أشهر. يعني 9 أشهر الدولة أو الحكومة عملت بالاستدانة. بعد شو تسوي بها؟ شو تسوي بها؟ خلصت السنة. 6 أشهر يعني. خلصت السنة. نعم. المالية. نعم. بالتالي يعني تخربطت موضوع الرواتب بالمشاريع الاستثمارية، كثير من الإشكاليات حدثت في تلك السنين. السيد السوداني جاء بحكومة تحت مسمى الإصلاح والإعمار والبناء والتنمية. هذه الفقرات والمسميات تحتاج إلى نقد صافي متوفر عند الحكومة. نعم. يعني وإحنا لاحظنا هسه السيد السوداني واقعا يعني اليوم شوارع تتبلط، بنى تحتية بلش يشتغل بيها، مجاري تغيرت، مدن جديدة دخلت لها خدمات، الكهرباء تحسنت، وعود بأنه الكهرباء بالصيف 20 ساعة، هاي لم تكن موجودة بالله. طبعا وهذا أدى جناب الدكتور العفو هذا أدى إلى أولا وصول فكرة للمواطن أن قرار الموازنة ليس بالقضية المهمة والمفصلية، هذا من جهة. جهة أخرى لأنه أكو التفاف عليها تصريف الأعمال اليومية وما إلى ذلك. ثم البدعة الجديدة التي اتخذها رئيس الوزراء السابق سيد الكاظمي وهي تمويل المشاريع من هذا المشروع اللي قروض. القروض. قروض. قروض الداخلية والخارجية. نعم. مشكلة كبيرة طبعا. نعم. هذا يقال أن السيد السوداني حينما لجأ إلى هذا الحل هو لتجاوز هذه ولترسيخ فكرة أن الموازنة قضية مفصلية مهمة لابد أن تقر بحسب السياقات الدستورية. ليس فقط هذا الموضوع. هنالك يعني إحنا يقول بالقرآن ونضرب الأمثال للناس لعلهم يتعقلون. نعم. يعني أنا أعتقد السيد السوداني استفاد من تجربة السيد المالكي في رئاسة الوزراء. يعني أتذكر جيدا أنه السيد المالكي قدم مشروع البنى التحتية في حينها. وحصروا الكتل السياسية في البرلمان في الميزانية. نعم. ووقفوا الميزانية قالوا لما نمشيها لك. نعم. شوف السيد السوداني استفاد من هذه التجربة 3 سنوات مطلق اليد بوجود ميزانية مبدئية. السنة الأولى خلص إذا قررت الميزانية تنفيذية، السنتين الأخريين هاي راح يكون بيها مراجعة للبرلمان في حالة، يعني في حالة هاي مشروطة، تغير سعر الصرف، تغير أوجه الميزانية، ظهور استثمارات جديدة، يا الله تقدر الكتل السياسية والبرلمان العراقي يتدخل بها. وبالتالي السيد السوداني مطلق اليد لمدة 3 سنوات. يعني يشتغل بأريحية تامة المشاريع المقترحات اللي تقدمها الحكومة في الاستثمار والبناء والاستحداث كلها السيد السوداني تحت سلطته، ما راح يكون تدخل الكتل السياسية و الاعتياش السياسي من الميزانية. احنا مثل ما شفنا في حكومة الكاظمي مثلا 22 مليار مال الأمن الغذائي وينها؟ هسه ما حد يحكي بها، هي راحن. نعم. تبخرن. نعم. نعم. هذا الاعتياش السياسي وين يبدأ؟ يبدأ من الميزانية أولا، هذا خليه على جنب. القضية الأخرى قضية المساومة والابتزاز السياسي، وهذا ثانيا. السيد السودان راح يخلص 3 سنوات من عملية الابتزاز السياسي والضغط. هو السؤال اللي ينطرح هنا دكتور المحلي، يعني السوداني ما لي إيده أنه راح يبقى 4 سنوات؟ هذه يعني القضية أستاذ على قراءة السياسية. نعم. للمشهد. نعم. أنه السيد السوداني باقي. أي ليش؟ ولذلك عمد إلى أن يسعى لإقرار موازنة بالضبط. على مدار هذا احنا عندنا دليل. يعني شوف الولايات المتحدة الأمريكية هسه ما تحارب حكومة السوداني بمسمى السيد السوداني، بالضبط تحارب شخوص في حكومة السيد السوداني تريد تتخلص من عندهم، وهذا دليل على أنه الولايات المتحدة اليوم تغض الطرف عن وجود حكومة أو لديها رضاء مبدئي بالموضوع. ليش؟ الولايات المتحدة اليوم يعني في خندق موحل، وضعت نفسها في خندق موحل بالمنطقة. الحرب الروسية الأوكرانية وهي مشتركة وتدعم، خلصنا في فليساتهم على الحرب. زين دخولها بموضوع سوريا بشكل غير شرعي، هسه احنا لو افترضنا بالعراق وجودهم انه ضمن اتفاقية شو اسمه أمنية. نعم. سوريا ما لهم اي الوجود اليوم. ضغط ايران وتطور السلاح الإيران وتوجهاتها العسكرية والأمنية بدأ يضغط على الولايات المتحدة. الخروج شو اسمه بعض الدول العربية من تحت العباءة الأمريكية. السعودية اليوم رايحة للتحالف البريكس، يعني باتجاه إنهاء الدولة الأمريكية في المنطقة.
تتبعها الجزائر أعلنت انضمامها للتحالف، الإمارات بدأت يعني تغازل التحالف، وهنالك يعني أحاديث وبحوث تقول الإمارات قريبا ستنضم للبريكس لضمان تاريخ الاقتصاد. وبالتالي الولايات المتحدة اليوم مخنوقة ومضغوط عليها في المنطقة، راح تغض البصر عن السياسة العراقية. وأنا في جلسة معك يمكن سابقا قلت الولايات المتحدة عندما يضغط عليها سياسيا أو أمنيا أو عسكريا العراق يرتاح، لأن تلتهم مشاكلها ومصايبها هناك وتترك العراق. إذن أنت رايح باتجاه أن رخاوة اليد الأمريكية في العراق هو نتاج الأوضاع الاستثنائية الأقليمية والدولية. بالتأكيد. الدكتور جميل رماح الحسناوي، الدكتور ضياء المحسن، أنتم أيضا أيها الأحبة تعالوا معي لنقرأ مقطعا من مقالنا الآخر الذي حمل عنوان الموازنة المالية ودائرة الجدل البرلماني من بوابة الخلافات السياسية، الكاتب حمزة مصطفى. الموازنة المالية ودائرة الجدل البرلماني من بوابة الخلافات السياسية، الكاتب حمزة مصطفى. في كل عام تحدث عمليات ابتزاز سياسي بشأن الموازنة وتخضع لطلبات الكتل السياسية، ما يثقل كاهل المسودة وبالنتيجة الطعن بها أمام المحكمة الاتحادية. ولمعالجة هذا الخلل ومن أجل استدامة المشاريع واستقرار الاقتصاد والاستثمار، تم الركون إلى المضي بثلاث سنوات، وقد نحتاج إلى مادة تخول مجلس النواب تقديم مقترح تعديل عليها بتغيير بعض أرقامها، وبخاصة ما يتعلق بسعر برميل النفط المقدر فيها. الإشكالية في هذه الموازنة مركبة، قسم من إشكاليتها يتمثل في قدرة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على إحراج الجميع، سواء كانوا داعمين معلنين له أم شركاء ينتظرون ما يمكن أن يحصلوا عليه لكي يدعموا، وذلك بتصميم موازنة لثلاث سنوات مقبلة. مرحبا بكم مرة أخرى وأخرى، وأجدد ترحيبي بضيوفي الأكارم دكتور ضياء. تعتقد أن إقرار الموازنة لثلاث سنوات سيقطع الطريق على مابيات الفساد التي اعتادت على ممارسة الفساد والابتزاز؟ لا، شو ساد على خلي أقول أنا راح أبتعد عن الفساد والفاسدين والكذا زين. أي بس هي قضية جوهرية يعني. خلي أقول لعل أهم سبب دفع السيد السوداني هو مكافحة الفساد أو الحد منه. أحسن، مكافحة الفساد أكو هيئة نزاهة، أكو لجنة مكافحة الفساد والفاسدين، باعتبار أن الابتزاز السياسي. إحنا كموازنة، الموازنة يجب أن تلبي متطلبات الاقتصاد العراقي، متطلبات المواطن، الاحتياجات ما يتعلق بجانب الاستثماري، بجانب تشغيل العاطلين، حركة القطاعات الاقتصادية الحقيقية اللي نقصد بها الزراعة، الصناعة، قطاع الصناعات التحويلية، هذه كلها يفترض أنه موجود. لكنه حقيقة مع رضانا عن أنه الموازنة اللي قدمت بهذا الشكل، لكن أيضا هناك مشكلة تتعلق بتخصيصات الوزارات خاصة الزراعة، الزراعة والصناعة. أولا أنت إشارة مهمة مع رضانا، أنت كمختص في القضية الاقتصادية والمالية، يعني هذه تعتقدها انها مرضي عنها؟ لا، خليني مو اقول لك مع رضانا عنها، مع ليش؟ لانه هي قدمت ليش؟ لانه هنا صارت موازنه برامج، يعني مو موازنه اداء. هنا اختلفت الاليه بمعنى شنو؟ بمعنى انه انا اليوم اصرف دينار زين، خليت هذا الدينار في هذا في هذا في هذا المشروع، وهذا المشروع عندما يشتغل راح يعاد إلى الدينار بعشرة أضعاف. هذا ما مو اسمه. بعدين أكو نسب إنجاز، على نسب الإنجاز أني أنفق هذا المبلغ وذاك المبلغ هذا. لكنه أيضا يعني ميزانية واعدة. نعم، هو يعني الأستاذ الرماح قال السيد السوداني اشتغلها بذكاء، لكنه أيضا يبقى موضوع ما يتعلق بالقطاعات الاقتصادية الحقيقية. صحيح أنه السيد السوداني في يعني عندما استلم الحكم يعني شغل القطاع الزراعي، لكن من ننظر إلى تخصيصات وزارة الزراعة مثلا بالموازنة نجدها يعني هزيلة حقيقة، ما توازي اللي حجم القطاع. يعني أنا إذا أنظر القطاع الزراعي في عام 57 وأنظر إلى القطاع الزراعي في عام 2023
أجي بون شاسع بيناتهم. يعني ب 57 كان مساهمة القطاع الزراعي بالميزانية أو بالناتج المحلي الإجمالي يزيد على 70%. الآن مساهمة القطاع الزراعي وإحنا بعام 2023 ومع هذه التكنولوجيا والتقنيات والكذا ما تزيد مساهمته على 2%. هذا هي مشكلتنا. ثم تعال أنت قل لي الآن الموازنة الحديث عنها قد يطول، لأنه إحنا نحتاج إلى رؤية فيما يتعلق يعني بالاعتماد مثلا على النفط. يتحدث كثير من السياسيين أنه النفط ساير إلى انخفاض. نعم، وأنا لا شك أنه واحد يعني يجعل في نفسه أنه شكوك فيما يتعلق بهذا الأمر، لكن أيضا ماكو شكوك فيما يتعلق إذا ما ارتفعت أسعار النفط إلى فوق $70، إذا ما وصلت إلى $100 مثلا. صارت بحكومة الكاظمي يعني إحنا الآن خل أقول لك، إحنا يجب أن ننتبه إلى موضوع مهمة، وهي أن العراق ليس لاعبا رئيسيا في يعني بالسوق النفطية. هو لاعب بعد إذنك يعني هذا يوديني لسؤال. نعم، شنو الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الحكومة في حال تغير سعر البرميل؟ تمام، هو الآن مشكلة يعني. لا ماكو مشكلة. خل أقول لك المشكلة الحقيقية أنه إحنا يعني يتحدثون مجلس النواب وأعضاء مجلس النواب ورئيس مجلس النواب يتحدثون عن عجز وتخفيض عجز. أنا ما يعني أنا أؤكد لك وأؤكد للمشاهدين الكرام وأؤكد للجميع أنه لا وجود لعجز بهذه الموازنة. هسه واحد مرة يقول لك أنت شنو ليش شنو التأكيد هذا؟ تأكيد جاي منين؟ أولاً إحنا بالشهر الخامس، شهر الخامس بينما تقرر الموازنة انتهينا من الشهر الخامس على 5 أشهر حتى يصادق عليها رئيس الجمهورية وتنشر بالجريدة الرسمية وتعتمد تعليمات تنفيذ الموازنة من قبل وزارة المالية نحتاج دخلنا انتهينا من الشهر السادس. إذا هنا نص الست أشهر احنا ما صرفنا فقط انه شنو واحد على 12 من موازنة عام 2021 2021 موازنة 2021 احنا كانت $89 مليار المصروف من عدة 90% يعني 73 مليار دولار. بمعنى انه انا اذا اجي اصرف على الموازنة 21 اصرف 6 اشهر 72 تقسيم 2 $36 مليار تقسيم 6 كل شهر انا صار $6 مليار. اجي وين اجي من الى 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 ايرادات النفط في هذه خلال هذه الاشهر تجاوزت $46 مليار. بمعنى انا عندي فائض $10 مليار. احنا يعني اتمنى على الاخوه كل يعني اعضاء مجلس النواب من يطلع يصرح كل يصرح بدقه يصرح ما يصرح يصرح بي يعني بما يفيد المواطن بما لا يجعل الشك يدخل في قلب المواطن. وهاي مشكله لانه انت من تحاول تدخل الشك في قلب المواطن اعتقد سببت له ازمه نفسيه ممكن يطلع الشارع ممكن. والان لاحظ التظاهرات الان فيما يتعلق بسلم الراتب وهذا مشكله حقيقه، لانه شو وقت طلعت المشكله اعتقد السيد الرماحي. ملاحظه مهمه جناب الدكتور انه انت عولت على عامل الزمن وما قضم من السنه في قضيه انجاح يعني الموازنه في تمويل هالمشاريع الكبرى. اي نعم، على اي حال. دكتور جميل، رفض هنا قبول هناك، خلاف مستمر، سيما وان سعر برميل النفط المحدد في الموازنه هو $70 بضمنها 400,000 برميل نفط اقليم كردستان. ورايحين رايحين انه كل ما تسمع عليه كاعتراض على الميزانيه او يعني اعتراض وطني هو كذب، محض كذب. العمليه برمتها عمليه ابتزاز سياسي، تاره حلبوسي وتاره كردي، هن بين الاثنين كره وتقاذفها بين الحلبوسي. اليوم انا دحت على هالميزانيه وبين الكرد. ليش؟
الحلبوسي هسه احنا ما دا نعرف السيد الحلبوسي يحكي بصفته رئيس برلمان، اذا رئيس برلمان فهو ما من حق الاعتراض على الميزانيه بهالطريقه البائسه اللي يعني تسرب للاعلام. لانه انت انا بالنسبه للحلبوسي يمثلني هسه انا المفترض يعني. نعم. ويمثل ابن العماره ويمثل ابن السليماني نفس نعم. الحاله هسه نعم. احنا السيد الحلبوسي دا يشتغل بشكل طائفي مقيد جدا، طائفي مناطقي مناطقي جدا نعم. يعني لو القضيه قضيه ابتزاز سياسي ويهيئ لدخول انتخابات قادمه سواء نعم. كانت مجالس المحافظات نعم. من هسه براس من براس الشعب العراقي نعم. انا تعال وقف الميزانيه الا عند شروط، لان الناخبين مالتي اني هاي الشروط تنفذها الله ينتخبوني، وهو عفو عام. بوي عفو عام انت شنو تريد تطلع للدواعش اللي ما عنده شيء؟ انت هذا لو وضعيه العفو العام كما حدث سابقا، العفو العام بالاضافه للمشاريع ذات الطابع الانتخابي التي تحاول ان تسوق شخص ما او حزب ما. طبعا لا، هاي الفقره دقيقه عند استاذ علاء. موضوع العفو العام لو كان يعني حاله طبيعيه كما تم طرحها الاخوه بالتيار الصدري يمكن اكثر مره طرحوا موضوع العفو العام لو حاله طبيعيه ليش يذهب بي السيد الحلبوسي الى المساومه؟ الميزانيه يعني ما هذا وربعي ما يصوتون ويعرقلوا بالاعلام ويسربوا هذا الا يقر هذا العفو. اذا اكو شيء يعني العراقيين احنا نقول بها انه بهواوي السالفه، لانه انت تريد تخلي العفو مقابل الميزانيه. زين شنو الربط بين القضيه السياسيه والقضيه الاقتصاديه والتشغيليه؟ انا رجال موظف عند راتب، انا من تجي تساومني على اخراج ارهابيين من سجن تجي يعني انا اتساوم براتبي؟ قبل الحلقه على انه موضوع الموازنه يعني خرج من كونه موضوعا اقتصاديا وماليا وصارت الموازنه موضوع سياسي يعني. سياسي صرف يعني هسه انا اتخيل شوف استاذ علاء نعم عفوا احنا ميزانيه شو اسمه المحافظات الميزانيه التشغيليه للمحافظات هي 22% يعني نسبه مئويه من الميزان. ايش قد تتوقع تروح منها ال 22% لاقليم كردستان؟ اقليم كردستان يطالب ب 17% من هاي ال 22% يعني انا اذا افترضنا اقرت ال 17% يعني انا باقي لي ايش قد تطلع النسبه؟ 5% لكل محافظات العراق، ومثل ما صارت بحكومه الكاظمي انطوا للبصره 900 مليون دولار، يعني مليار ما انطوها وهي البصره البقر الحلوب للعراق كله اللي تنتج نفط ومعيشه العراق. اشكاليه كبرى جناب الدكتور، طبعا اشكاليه كبرى، وهي ان المحافظات الجنوبيه التي عانت من التهميش والإهمال على مدى بناء الدولة العراقية من 1920 إلى 2003 وهي المصدر الرئيسي لتمويل الموازنات العراقية المتتابعة يعني برمتها، وهي للآن تعاني التهميش والإهمال، في حين يطالب ببعض المناطق بحجة أنها يعني خرج مخربة أو مدمرة من قبل. هو المشكلية مو هنا، الإشكالية بالمقابل اللي هو ابن هاي المحافظات ومنبطح للآخر على مود شنو؟ على مود وضع السياسي ثابت والكرسي القاعد عليه والناخب مالته لاحقا بلكت يصعده أو هذا يرضى عليه ويدير باله عليه بالبرلمان. هسه هذه محل نقاش، لأنه انبطاح أم منهجية أم الولد هي الحاكمة في هذا. جناب الدكتور جميل رماح الحسناوي، الدكتور ضياء المحسن، أنتم أيضا أيها الأحبة تعالوا معي لنقرأ مقطع من مقالنا الأخير الذي حمل عنوان الموازنة الأكبر والأخطر، الكاتب حسين رشيد. الموازنة الأكبر والأخطر، الكاتب حسين رشيد. تدخل القوى السياسية في ائتلاف إدارة الدولة في اختبار جديد متمثل بإقرار الموازنة العامة للبلاد للسنوات 2023-2024-2025، ويبدو أنه تحد كبير جدا خاصة بعد وضع الموازنة في سلة إقرار عدد من القرارات مقدمة من قوى إدارة الدولة، وهذا ما يجعل الموازنة عرضة للمساومات، وهي المرة الأولى التي تحصل بعد نيسان 2003، فرقم الموازنة الكبير يسيل له لعاب الجميع. المسودة الحكومية للموازنة العامة للسنوات الثلاث تحمل مبلغاً مالياً قدره 197 تريليوناً و500 مليار دينار، منها 47 تريليوناً للجانب الاستثماري و150 تريليون دينار إلى الجانب التشغيلي. مرحباً بكم مرة أخرى وأخرى، وأجدد ترحيبي بالمختص بالشؤون الاقتصادية والمالية الدكتور ذا المحسن، الكاتب والمحلل السياسي الدكتور
جميل رماح الحسنة، ومرحبا بكما مرة أخرى وأخرى. دكتور جميل، الدورات السابقة طول الموازنة شهر شهرين، وأشرت حضرتك إلى أن بعض السنة في سنة من السنين بقى 9 أشهر. طيب هالمرة المفروض أكو تحالف إدارة الدولة، المفروض يسهل عملية الإقرار باعتبارهم يعني مؤتلفين في تحالف. زين، ما الذي يدعو بعض أطراف هذا التحالف للخروج عن مبدأ التوافقية ويطالب بإدراج ما ليس للمحافظات أو للمناطق الأخرى؟ يعني هي قراءة قراءة، يعني هو واقعا أكو تسريبات يعني للإعلام، يعني مثل سيد الحلبوسي ما أجا وواجه فضائية وقال أنا كذا وكذا، لكن أكو تسريبات الإعلام إن هنالك اتفاق مسبق، يعني سبق تشكيل الحكومة والموافقة تمرير السيد السوداني باتفاق مسبق ضمن فقرات معينة، لكن ما هي هذه الفقرات غير واضحة المعالم. من ضمنها يقولون إنه إقرار العفو العام وعودة شو اسمه المهجرين ويقصدون بيجرف الصخر، يعني خطية ذول باب غريب اللي حكى عليهم الأستاذ ضياء اللي هي الحصوة اللي غاد من خانظار، ذول ما محسوبين مو بالحساب، مناطق الدورة مو بالحساب هاي، بس ذول مضمومين لإحداث إشكال آخر. هسه مقتلهم يعني الجوع يا أستاذ، مو قاعدين بالحواس ذولاك ماتوا من الجوع، يعني هسه إلى متى يعني واحد بس الربعة يعني ما ليش قلت لك السيد الحلبوسي يمثل العراق لو يمثل محافظته وناسه، مو إذا يمثل العراق هاي الناس خليه يروح يشوفه، ناس كاتل الجوع وأقوى واحد بيهم الثقيل الزنقين مالتهم عدة تك تك يشتغل بيه، غير إحنا واقعا هذا الأمور. المهم فعملية تحالف إدارة الدولة انبنى على مصالح من الأساس حسب التسريبات. اليوم من وصلت القضية وصارت بها ضغوطات أخرى، هنالك تيار الصدر يراقب، بعض القوى الأخرى تراقب، الولايات المتحدة تراقب، قوى إقليمية تراقب، بدأ الحلبوسي يستغل وليس يستثمر، يستغل هذا الموقف، يحاول أن يمرر أجندة بطلبات جديدة اللي هي أنا أريد عفو عام، بس شنو معالم هذا العفو عام؟ عفو عام وطلع قبل يابا، العفو العام أنا إذا واحد مثل لازمين ده يفجر نفسه بحزام ناسف بنص منطقة بسوق، أنا هذا طلع بعفو عام والله إيش ما قتل، هو النية بالقتل موجودة، زين هذا ممكن يصلح تعتقد؟ يعني لو تجيب لنبي خاص باسمه ويقرأ له ممكن يصلحه؟ هذا ما يصلح، هذا يطلع بالعفو العام على يا أساس؟ أوكي أنا واحد من الناس هسه مع العفو العام ويعلنها من خلال قناتكم، أنا مع العفو العام، لكن يا عفو أنا يدقق منين المسألة؟ وأنا والله على الاسم وعلى الفئة وعلى المذهب أطلع وانتهى الموضوع، يدقق منيا الناس اللي فقرا فعلا أكو خطأ مثل بدخولها للسجن، أكو فقرات جرائم ممكن غض البصر عنها، الناس المقابل تنازلت عنهم تغير هذا الشخص، ما بي مشكلة هذا هذا، بس أنا أجي عامي شامي أطلعهم، هذا هنا صار استغلال بالموقف، لأن أنا أطلع الكل ليش حتى أضمن مكاني هذا بالانتخابات القادمة. ماكو حديث عن قضية استرداد الأموال، أموال الفساد حتى من بعض الشخصيات ذات الأسماء الكبيرة والمهمة، لم نسمع بها شيء. شوف أستاذ، يقال أنه أحمد الشلبي رحمه الله قتل بسبب هكذا ملف، أنا عب الإعلام هاي ما سموه حكي أنا، هذا موجود حتى على السوشيال ميديا، يعني هنالك ملف ضخم كان بمبالغ ملياريه ومهوله، يعني ارقام مهوله، عاد المرحوم احمد شلبي وقبيل تقديمه بيومين قتل، تم قتل احمد شلبي. اذا وانا طبعا انا شاهد عيان على بعض المبالغ الكبيره جدا اللي الان بيد اثرياء وما حد يقول لهم السلام عليكم، لان اكو مبررات ودفعت مبالغ قدام شنو رفع الاوراق الرسميه من الكثير من القضايا والتحقيقات، وبالتالي هاي الاموال بالشكل الرسمي شلون تستردها؟ هربت او تحت يد شخصيات نافذه في الدوله وبالسياسه وبل حتى مرتبطه بالولايات المتحده الامريكيه او بدول جاره، شلون ترجعها؟ هاي مشكله كبيره استاذ علاء، مو بالسهوله اللي يتصورها المواطن انه انا استرد مثل الف شو اسمه مليار دولار، انا الهدر صاير عندي خلال هاي العشرين سنه واجي استردها بهالسهوله، اذا اردت استرد من عندها، وانا في مره حلقه كامله عن هذا الموضوع، اذا قلت لهم اذا يريد يسترد منها السيد السوداني يعني يمكن 15% بالزائد. طبعا هذا موضوع عويص حتى الى علاقه بالبطاقه التموينيه، يعني عندنا مزارع كثيره في بلدان اخرى في اسيا يعني لم تعالج هذه القضية مع مدخليتها في قضية البطاقة التموينية. دكتور ضياء، 47 تريليون دينار يعني شو نسميها حصة الموازنة الاستثمارية
في مقابل 150 تريليون تشغيلية. 43 ثاني اللي الرقم اللي عندي 47 على أي حال على في مقابل 150 تريليون تشغيلية. يعني شلون تقدر الحكومة أن تحقق نمو اقتصادي وبناء المشاريع الاستراتيجية، سواء كان مشاريع البنى التحتية، مشاريع الخدمات المهمة هذه؟ شوف أستاذ علاء، غياب واضح يعني أو تقليل من شأن الموازنة الاستثمارية. خلي أكون واضح، يبدو أن هناك عدم فهم يعني من قبل مواقل واضعين واضع الموازنة، لأن السيد الوزير يعني سيدة طيف تشتغل بالموازنة من سنوات. نعم. لكنه من يناقش الموازنة، اللي يناقش الموازنة الشخص اللي يناقش الموازنة اللي هم اللجنة المالية ما عندهم اختصاص بهذا. الموازنة الاستثمارية يجب أن تذهب هذه الموازنة إلى تشغيل القطاعات الحقيقية، أما بناء طرق، بناء جسور، هذه تحال إلى شركات متخصصة. وأعتقد أنه هي حتى الموازنة تتحدث عن إحالة كثير من المشاريع على الاتفاقية العراقية الصينية، وهذا هو شيء جيد. أعتقد هو الأبرز بالموازنة، لأن هناك عدد كبير من المشاريع تمت إحالتها، أعتقد من الملف الثاني أو الثالث من الموازنة تمت إحالتها على الاتفاقية الصينية. الآن جنابكم تتحدثون تتساءلون عن يعني بساطة أو ضآلة رقم الموازنة الاستثمارية قياسا بالموازنات السابقة، واللي هي لم تنفذ من عدها أكثر من 30% نجد أن التخصيصات الموازنة الاستثمارية لهذا العام هي أفضل من سابقاتها. لكن أيضا احنا نطلب من الحكومة، من السلطة التنفيذية، أن يصار إلى وضع خارطة للمشاريع الاستثمارية التي من الممكن أن يكون فيها مردود مالي جيد، وأن أن تستوعب أعداد كبيرة من العاطلين عن العمل. وهذا مهم جدا. ليش؟ لأنه أنت بعد الدولة يعني المؤسسات الحكومية ليس باستطاعتها أن تستوعب أعداد الناس اللي راح يدخلون إلى سوق العمل. احنا سنويا عندنا ما لا يقل عن 120 ألف خريج. نعم. يدخلون سوق العمل، وذولا بدون عمل، بالتالي ذولا يمثلون زين. ذولا شلون يتم استيعابهم خصوصا بعد إذنك يعني؟ أيه. خصوصا أنه احنا ما وجدنا في الميزانية يعني فقرات تتعلق بتنشيط الجانب الزراعي، تنشيط الجانب الصناعي اللي ممكن أن يستثمر. ها خلي هؤلاء. إذن إحنا حشينا عن الجانب الزراعي، نقول تنشيط القطاع الزراعي. نعم. نجي للقطاع الصناعي. القطاع الصناعي كل المعامل الموجودة واللي هي أبسط يعني أفضل مشروع عندنا مشروع صناعي عمره الافتراض انتهى، يعني 40 متهالكة. سنة متهالكة. نعم. 43 سنة. نعم. يعني ماكو لا 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 عندك تحديث تكنولوجي. نعم. لا عندك. نعم. تواصل ويا العالم ما يتعلق بالإضافة إلى الكثير من المصانع التي خصخصت بيعتها بالضبط. أيه. فبالتالي أنا أفترض يعني أفترض من الجانب الاقتصادي البحت اللي هو يضمن مصلحة الدولة، وأيضا يعطي أريحية إلى القطاع الخاص. وهذا هو ليش؟ لأنه أنت الدول الآن كل العالم الدول تعمل بالقطاع الخاص. القطاع الخاص هو العامل الأساسي. نعم. أما نعم. الحكومة السلطة التنفيذية هي واجبها مراقبة هذا القطاع وإرشاده إلى ما يعني إلى ما هو أفضل بالنسبة إلى الاقتصاد الوطني. الدول يا أستاذ علاء، أستاذ الرماحي، هناك دول تقوم بإنشاء مشاريع، تعمل على إنشاء مشروع كامل وتسلمه إلى القطاع الخاص. ليش؟ لأنه هي تفترض أنه هذا يقدر يعرف شلون يدير هذا العمل، هذا المشروع، وعلاقاته من الممكن يصدر هذا المنتوج الفائض من هذا الإنتاج، يصدره إلى الخارج، وبالتالي يجلب عملة صعبة. هاي الآلية لو طبقت فعلا بالاقتصاد العراقي كان من ممكن ننجح. ثم
يعني الآن أعتقد أنا اليوم أسمع خبر أنه سيد رئيس الوزراء يتحدث عن الاستثمار المعدني، وإحنا من سنوات عندنا تعديل لقانون الاستثمار المعدني في 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 أروقة مجلس النواب، والسادة مجلس النواب هاي دورتين ما يحاولون يقرونه. ليش؟ لأنه هذا القانون إذا أقر فعلاً زين العراق سيشهد نهضة في جانب الصناعي، لأنه إحنا المعادن اللي عندنا اللي يمتلكها العراق ما يمتلكها بلد حقيقة، يعني في كل القطاعات سواء مثلاً بالألواح الشمسية، بالفضاء، هذه ترى كلها موجودة عندنا، لكنها شنو تحتاج إلى من يوجهها ويستثمرها بصورة صحيحة. دكتور جميل، أنت أشرت قبل قليل إلى أنه أكو نفس انبطاحي، أنا حقيقة الأمر أريد أتناول هذا الجانب بعيداً عن الانفعال، يعني كما يطالب نواب بعض المناطق بوصفها مناطق مخربة نتيجة عدوان داعش، لكن أيضاً طالما سمعنا بالمحافظات المحرومة، يعني من ناحية سياسية صرفة شنو اللي يحول دون أن يتبنى نواب هذه المحافظات صوتا قويا للمطالبة بحقوقها، للمطالبة بإنصافها نتيجة الحرمان التاريخي؟ الحقيقة هي في معطيات عديدة. أولا ضعف ثقافة معظم هؤلاء يعني النيابيين، لأنه إحنا نلاحظ يعني مجلس النواب غير متجانس ومتشابه، يعني والكثير من عندهم يعني عدة جلسات مع كثير من الأخوة، يعني هناك ضعف رهيب في الوعي وفي الثقافة العامة سواء كانت اقتصادية اجتماعية حتى دينية. هذا الجانب الأول. الجانب الآخر ارتباط معظمهم بالرؤى الحزبية الضيقة لأحزابهم. نعم، اليوم هذا رئيس الحزب أو هذا الحزب أديولوجيته، بس هم بالنهاية مرشحي شعب ومرشحي ما يعني أنا أحد الأخوة قبل مدة طلع بالتلفزيون، أنا شفته أحد الأخوة النواب قال إحنا بالتصويت يعني منو رئيس الكتلة اللي هو خال رئيس الحزب، يقول نباوع على إيده، إذا شال إيده بالتصويت شلنا دين، إذا نزل إيده نزلنا دين، أو اللي يشيل إيده هل هذه قد نحمله على محمل حسن في أن القرار الذي يرفع يده رئيس الكتلة فيه هو يرفع يده نتيجة دراسة؟ مو نرجع على الأصل. نعم، الأصل هي هاي القوانين، لكن ما يتعلق بمصلحة من تمثلهم. يعني أنا هاي مصلحة من تمثلهم، قل لي يا قانون هاي اللي شالت علي الأيادي، روح المحافظات الجنوبية شوف الدمار، شوف الفقر المدقع. الأمم المتحدة قبل 4 سنوات قالت العراق تعدى خط 31 يعني تحت خط الفقر 31% قبل 4 أو 5 سنوات أنا قريتها. زين، وإحنا بهذا الحال والوضع. زين، مخدرات اللي أكلت المجتمع اليوم، الجرائم اللي نشوفها على السوشيال وبالتلفزيون وهذا، زين هذا غير إلها حلول؟ يعني أنا هسه هذا المواطن الجنوبي اللي الشاب مالته يطلع الخريج 150,000 إلى 125,000 خريج سنويا، يطلع يقابل أمه ويقعد بالبيت، وين يروح غير بالقهوة يقعد يضرب أرقيلة ويجي مروج المخدرات يبيع على الحباية بكذا، يريد ينسى همومه، يريد يطلع من هاي الأجواء. مشكلة كبيرة يا جناب الدكتور، مشكلة كبيرة ما تنظر لها الحكومة، هي أن هذه المحافظات هي المحافظات التي تمول الموازنة على مدى تاريخ العراق السياسي. أيها الأحبة، كتب معد البرنامج الأستاذ الإعلامي قاسم العشرش الخاتمة التالية: من خلال السنوات الماضية يتضح أن موسم إعداد الموازنة يتسم بالشد والجذب والتوتر لدى النواب الذين يسعون نحو توجيه تلك الموازنة إلى مصالحهم الشخصية ولو حساب المصلحة الوطنية، وهذا سيتجلى بشكل أكبر مع اقتراب الآجال الدستورية، وحينما يحس النواب أن الوقت أمامهم ينفذ في أمان الله.